فندت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف الادعاءات القطرية الكيدية بشأن وجود تمييز ضد مواطنيها. تنظيم الحمدين ادعى أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ردا على ممارسات الدوحة في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تعتبر تمييزا عنصريا، لكن دبلوماسية دولة الإمارات أوضحت أن الادعاء القطري يشكل جزءا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن دعمها للإرهاب. لقد قدمنا اليوم موقف دولة الإمارات أمام لجنة التمييز العنصري، مؤكدين في البداية التزامنا بأحكام هذه الاتفاقية، ومقدمين كل الأدلة التي تضحض الادعاءات القطرية في هذا الشأن، مؤكدين على تعاوننا مع اللجنة وموقفنا القانوني من الإجراءات الخاطئة التي قدمتها قطر أمام لجنة التمييز العنصري. وعدلت دولة الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول كجزء من التدابير الاحترازية. علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة هو أمر اعتيادي على جميع أنحاء العالم. فمتى يتوقف تنظيم الحمدين عن ترديد الأكاذيب والادعاءات؟